خد بالك يا حسن، عشان اقنع الناس دي ان انت بقى في ايدك كل حاجه كان صعب جدا، لانهم طول عمرهم بيتعاملوا مع الحاج عبد الحكيم الله يرحمه ومروان. هيتبسطوا معايا ما تقلقش. كله كله بالهنا والشفا. ايه النظام؟ اهلا يا عادل. مش كنت تقول انك جاي ولا تقول ايه حقيقي؟ انت جاي في بيت حسن، بس برضو يعني كنت بلغني. ما تقوليش كده يا ريم، ده لسه حسن كان بيقول لي من شويه ان انتي وهو واحد. والله مش معنى ان محرم مات ان الدنيا خلاص فلتت من ايديا يا عادل. اذا كنت ساكته لحد دلوقتي فانا ساكته بمزاجي ومش ضعف مني. انت عارف ريم كويس قوي، لا بتخاف ولا بتتكسر. حسن عايزاك دقيقه. وماله؟ كله كله بالهنا والشفا. وبعدين معاك؟ وبعدين معاك انت؟ بقولك ايه؟ انا لو فكرت حاسبك كان زمانك مدفون من زمان. وايه كمان؟ بص بقى، انا مش متسرعة خالص، وبحب اوزن الامور كده بالراحة قوي عشان لما اخد قرار اخده صح. وايه القرار اللي خدتيه؟ هو مش محرم اخويا مات؟ بس انا مبسوطة. عارف ليه؟ عشان هو كان ماشي غلط، ماشي ورا مزاجه وبس، ما بيفكرش خالص في أي حاجة، وأنا شايفاك ماشي زيه بالظبط. حسن لازم تفكر كويس قبل ما تخطي أي خطوة بتعملها. أنا عارف زين جا وأنا بعمل إيه. يا والنبي، بأمارة إيه؟ بأمارة عادل؟ أنت فاكر عادل ده هيخليك العمدة؟ فكرك يعني لما تملى كرش البلد دي هتملكها؟ تبقى غلطان، غلطان قوي كمان. أنت بتجري ورا شغل بمليارات مش بملايين، وفي ناس كتيره قوي بتجري وراه، وانا عارفه الناس اللي بيمشوا الشغل ده، عارفاهم كويس. اوعى تفتكر لما تقف جنب واحد ولا واحد يقف جنبك ويمشي لك الشغل يبقى انت كده خلاص. لا يا حبيبي، دول سلسله، سلسله وراها واحد واثنين وثلاثه. انا عارفه الناس ازاي دي بتفكر، عارفه الناس اللي بره عايزه ايه مننا. انا فاهمه كويس. صدقني يا حسن، انا كل اللي يهمني في الاول وفي الاخر هو مصلحتك. انت مهما كان برضه جوز لقمه. أنا زعلان منك جدا. ليه يا فندم؟ خير؟ إيه اللي حصل؟ الحقيقة أنا مش عارف إيه المشكلة اللي بينك وبين كرم، بس أنا متأكد إنها حاجة كبيرة. علشان كده قلت أنفذ لك طلبك. هو معلش ممكن الطلب بتاعي غريب شوية، بس أنا عاوز أعرف كل حاجة عنه معلش. الحقيقة أنا قلقت من طلبك، علشان كده صممت أنفذ لك كل اللي أنت عايزاه، عشان أعرف لو في حاجة كده ولا كده. ده مهما كان برضو شريكي ويهمني سمعته، انت عارفة الشغل سمعة. اكيد طبعا. تفضلي. زي ما اتفقنا الاوراق كلها هنا الخاصة بيه وبشركته وبشركتي. تمام. ايه ده؟ انتوا مين؟ ممكن ساعات تتفضلي معانا؟ ليه يا فندم؟ هو انا عملت ايه؟ الحقيقه انا اسف ان لسه في ناس زيك. معقول؟ انت مثال سيء لكل موظف في البلد دي. هو رجال الاعمال بيهربوا من شويه. اتفضلي سعادتك، هات الشنطه دي. اتفضلي بسرعه. رايحة فين؟ لازم أعرف أنت هتعملي إيه علشان أبقى مرتاحة. بس معلش، عادل بيستهبل أول يومين دول، عمال يلف ويدور عليا كده، حاسة الدنيا كلها تطربق في دماغي، لازم أمشي. أنا ما بقتش فاهمة حاجة. أستاذة عزت؟ زينب خير؟
انت هنا ليه؟ وشاهدي فين؟ كويس ان حضرتك موجود. انا مش عارفه انا هنا بعمل ايه ولا فاهمه ايه اللي حصل. انا فجاه لقيت الدنيا فوق راسي كده. اهدي اهدي بس عشان افهم ايه اللي حصل. انا نفسي مش فاهمه ولا عارفه انا عملت ايه عشان اكون هنا. اهدي اهدي انا هخش معاكي عند وكيل النيابه. ما تجاوبيش على اي سؤال، اي سؤال يتوجه لك انا اللي هتكلم. ماشي؟ اتفضل استريح. شكرا يا فندم. عزت مؤمن المحامي حاضر مع زينب عبد الله عبد الجواد. اتفضل استريح. شكرا. زينب عمتي انت كويسه؟ عمتي الحمد لله. طمنيني. كويس كويس يا حبيبتي. طمني يا استاذ عزت. خير ان شاء الله. هو زي ما انت شايف انا مش عارفه اشكرك ازاي يا عزت. ربنا يخليك. أنا أهم حاجة عندي إن أنتِ ما تقوليش أكتر من اللي إحنا قلناه جوه، وأنا معاكي وإن شاء الله هتخرجي. هو إيه اللي حصل؟ قلبي وجع لما سمعت حسك في التليفون. طمنيني، أنتِ هتطلعي معانا مش كده؟ لا للأسف، هي هبات النهاردة في الحجز، وبكرة إن شاء الله هتخرج. يعني إيه يا عزت؟ مش أنت قلت لي إن أنا هخرج النهاردة؟ لا، لا، ولا يوم ولا دقيقة، أنت فاهم؟ مش بمزاجنا. لا، بمزاجنا. أنا هدخل أتكلم مع وكيل النيابة، ولا أقول لك؟ ادفع كفالة من جنيه لمليون، المهم انها ما تباتش هنا. معلش يا زينب، استحملي بس النهارده، وانا ان شاء الله بكره هخرجك. يعني انا حبيت هنا النهارده؟ يعني ايه؟ لا مش حتبات هنا. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي جابها هنا؟ هما بنات الناس لعبة؟ زينب عمرها ما تعمل حاجة غلط. عمتي شوفي لي حل مع عزت، ما تسيبينيش، انا مش عاوزة ابيت هنا النهارده، شوفي لي حل. لازم تشوف حل يا عزت. برافو والله، مواعيدك مظبوطة بالتمام. انت تأمريني يا ست الكل. عايزك تفهم حاجة مهمة أوي، أنا غير أي حد، واللي يخدمني أشيله هنا. وأنا عايزة منك خدمة، مش تبقى هنا وبس، ده أنت تبقى هنا وهنا كمان. يا لهوي يا ست الكل، هو أنا أقدر أرفض لك طلب؟ عادل. آه، ماله عادل؟ كفاية عليه أوي لحد كده. لا معلش أنا مش فاهم سيادتك. كده زعل منك. آه بس أنت كل هو هيكون قصدك إن هو كفاية عليه في الدنيا لحد كده يعني. تمام، هو ده بالظبط. فهمني يا عزت، قول لي إيه اللي حصل مع زينب؟ أول ما قرأت الاسم افتكرت، وعرفت إن هو ده الراجل اللي خد فلوس أبوها عبد الله. يعني إيه؟ لا واحدة واحدة كده عشان أفهم. بص يا ستي، الاسم عصام ده راح البنك على